أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. العرب اللندنية: العبادي يستعين برجال النظام السابق في الانتخابات. وفي العرب الجديد وجدنا عنوان: العراق محاولات خجولة لعقد جلسة برلمانية قبل الانتخابات. أما الاتحاد الإماراتي: أمن السليمانية يمنع تظاهرات الموظفين ضد الادخار الإجباري. وفي الهيئة: الهيئة تواطؤ المجتمع الدولي منح النظام السوري جرأة على تكرار جرائمه بحق الإنسانية. عنوان القدس العربي: اتفاق يقضي بخروج جيش الإسلام من دوما، وترامب يتوعد الأسد بعد الهجوم الكيماوي. وفي الخليج أونلاين: عباس يتوعد غزة حال عدم تسلمها، لسنا مسؤولين عما سيجري. صحيفة الحياة اللندنية: الأمم المتحدة: ميانمار ليست مستعدة لعودة اللاجئين الروهينجا. وننتقل من العناوين إلى المقالات، وفي أول مقال لنا كان هنالك تساؤل: هل كان علينا أن نزيح صدام من السلطة؟ سؤال طرحه جون نيكسون عميل المخابرات الأمريكي الذي استجوب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في كتابه استجواب رئيس. يتكرر هذا السؤال اليوم كما تكرر في كل ذكرى للغزو الأمريكي، وكلما تعمقت حالة الفوضى أكثر. ليث الحمداني يقول في صحيفة العرب اللندنية: إن العراقيين يدفعون ثمن فشل مخابرات أمريكا وتواضع ثقافة رئيسها ليفتح الباب على مصراعيه أمام النفوذ الإيراني منفذ أجندته التوسعية الفارسية العنصرية. يكشف الكتاب عن صفحات هامة من هذا التاريخ وتفاصيل تلك العملية وطريقة تفكير الإدارة الأمريكية ومؤسساتها وأسلوب ترويجها لعملية الاحتلال التي دمرت الدولة العراقية. ويؤكد الكاتب حالة الهوس التي كانت تعيشها الإدارة حين يقول: كان تركيزنا على صدام والمقربين منه بلغ حداً جعل ذكر أي موضوع لا يتناول النظام إلا بمساس عرضي يعتبر استخداماً سيئاً لمواردنا. مع اتضاح نوايا البيت الأبيض في الإعداد للحرب ضد العراق، اصطفت وكالة الاستخبارات الأمريكية خلف الرئيس وقامت بنقل محللين من مكاتب أخرى إلى مكتب الشان العراقي. كان العديد منهم قد أمضوا سنين في منطقة حروب البلقان في عقد التسعينيات، فكانوا يبحثون عن خيول جليلة ليركبوها في السباق من أجل الترقية الوظيفية. كان العراق مستهدفاً كبلد أكثر من صدام حسين كديكتاتور، وهذا ما أثبتته الأيام والسنوات. لقد فتح هذا الاحتلال الطريق أمام الإسرائيليين والإيرانيين لتصفية العلماء والكفاءات وأيضاً خيرة الضباط. لقد سهلت دول عربية العدوان على العراق، وفتحت إيران حدودها لتتوغل ميليشياتها الطائفية تحت بصر الاحتلال وسمعه، فتعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي. الكاتب يؤكد أن الغزو الأمريكي للعراق أسقط البوابة الشرقية للعرب وفتح الباب على مصراعيها أمام النفوذ الإيراني منفذا أجنداتها التوسعية الفارسية العنصرية. وها هو رحيم بورآزغدي عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران يعلن أن بلاده هي من أعدمت الرئيس العراقي السابق صدام حسين. تتعدد الروايات في أصل كذبة نيسان كما يقول دكتور قاسم حسين صالح في صحيفة المدى. إنما لا ينتبه له الكثيرون أن نيسان كذب على العراقيين كثيراً بدءا من عام 2003، فحين تم تشكيل مجلس الحكم ظن العراقيون أن هؤلاء السياسيين
سيعملون على خدمة العراق، وانكشفت الكذبة بعد عام في كتاب بريمر عام في العراق بقوله إن الشيعة جاءوا يطالبون بحقوقهم، وكذا فعل السنة والأكراد، ولم يطالب أحد بحقوق العراقيين. من كذبات نيسان في نسختها العراقية أن قالة أغلبية الأحزاب في العراق يصفون أحزابهم بأنها سياسية، فيما هي تنظيمات دينية مذهبية وإثنية لا تمتلك برامج وطنية بقدر ما تهمها مصالحها، لدرجة أن المحاصصة عندنا كسرت الرقم القياسي في عدد الوزارات بين بلدان العالم قياساً بعدد السكان، ليتقاسموا فيما بينهم ثروة البلد عبر حكومات ما شهد العراق في تاريخه أفسد وأفشل منها. ومن كذبة نيسان العراقية تأكيد النائب علي العلاق في مداخلته بجلسة البرلمان في 28 من آذار من عام 2016 بأن العبادي مستعد أن يعلن حكومة تكنوقراط مستقلة. وافقت الكتل السياسية وعلقنا في حينه بأن تشكيل كابينة جديدة مطعمة بتكنوقراط ممكن، لكن أن يقال أن المحاصصة انتهت في العراق بأمان فتلك أقوى كذبات الأول من نيسان. ومن كذبات نيسان هذا العام رفع شعار الأغلبية السياسية للقضاء على المحاصصة والطائفية، فيما أثبتت الأحداث بأنها لا يمكن لزعيم طائفي أن يكون ديمقراطياً، لأنه يؤمن بأن طائفته فوق الجميع وأن مرجعيته لها تعلو على مرجعيته للناس والوطن. يرى الكاتب في ختام مقاله أن أقبح وأوجع هذه الكذبات في نسختها العراقية يوم هزج العراقيين بساحة الفردوس معتبرين 9 نيسان عام 2003 يوم التحرير، تبين لهم بعدها أنه كان بداية ل15 سنة من الفواجع والتدمير قابلة للتمديد في مستقبل ليس لهم فيه حق تقرير المصير. وليد الزبيدي يسلط الضوء في مقاله بصحيفة الوطن العمانية على الآلة الإعلامية المساندة للقوات الأمريكية في أثناء حرب عام 2003، والتي يقدر عدد كوادرها من مصورين ومراسلين ب600 إعلامي. الكاتب يرى أن هذه الكوادر الصحفية كانت تنقل إلى القنوات الفضائية والصحافة والإذاعات الكثير من القصص والأخبار والمعلومات المعززة بالصور التلفزيونية والفوتوغرافية والتي تبرز الإنجازات الحربية الأمريكية على أرض المعركة. الأمريكيون وضعوا خططا صارمة في التعامل مع وسائل الإعلام التي تغطي وقائع الحرب، ولم تكتفي بفرض الرقابة الشديدة على المراسلين الذين يرافقون القوات الأمريكية الزاحفة صوب بغداد، بل كانت تراقب وسائل الإعلام المختلفة داخل العراق وتتابع ما تقوله الصحف وما يبثه التلفزيون العراقي. إلا أن حدثاً واحداً كشف عن الكثير من الحقائق التي كانت غائبة عن الأذهان، وجاء طرد إحدى الشبكات الأمريكية لأشهر مراسليها في بغداد وهو بيتر إرنت لقوله إن خطط الحرب التي اعتمدتها الولايات المتحدة فشلت. هذا القرار يؤكد أن الإعلام الأمريكي الذي يدعي الاستقلال والحيادية لم يكن كذلك، وأن ما سمعناه لم يكن سوى كذبة كبيرة نجحت الدوائر الإعلامية الأمريكية في تسويقها على نطاق واسع على خلفية ما تعرض له بيتر إرنت. انتشرت بين الحشود الإعلامية قصة مراسل إذاعة سوازليند التي كشفت عن وجه آخر من وجوه الكذب الإعلامي، إذ اكتشف أحد أعضاء البرلمان هناك أن المراسل الحربي فشيادوب الذي يتابعون تقاريره من قلب الحرب في بغداد يجلس إلى جواره في البرلمان، وتبين أن المراسل كان يبث تقاريره الحية المزعومة من غرفة النظافة. ويرى الكاتب أن هذه الأمثلة عن التغطية الإعلامية للحرب الأمريكية تكشف عن الصورة التي تلقاها الكثيرون عن تلك الحرب واعتقدوا أنها الصورة الحيادية الحقيقية، لكنها لم تكن كذلك، بل إنها تحمل بين طياتها الكثير من الزيف وقلب الحقائق.
لم تعد تحسب ربما المرات التي استخدم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد شعبه، كما لم تعد كل أشكال التوثيق التي قامت بها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لهذا النظام، ولم تنتهي دعوات إحالة قادته وحلفائه الذين يشاركون أو يغطون جرائم الإبادة الجماعية المستمرة في سوريا إلى المحاكم الدولية المختصة. إلى أي نتيجة حتى الآن؟ هذا ما أشارت إليه صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها. كما انتهت خطوط الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الحمراء لحظر استخدام النظام للسلاح الكيميائي في مجرور التاريخ، كذلك هبطت ردود فعل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من التهديد للأسد بضربه إذا تجرأ على استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه إلى درجة أن يقرر فجأة ومن دون سابق إنذار أن يترك سوريا بأكملها ويرحل بدعوى التكاليف العسكرية الكبيرة التي تتحملها بلاده هناك. أما لماذا تحسس ترامب جيبه وتضايق من مصاريف جيشه في سوريا ولم يفعل ذلك في العراق أو أفغانستان أو على الحدود مع المكسيك أو في باقي أنحاء المعمورة التي تنتشر فيها القوات الأمريكية؟ فهذا لغز من ألغاز السياسة الكبرى، والأمل الوحيد في فهم المسألة ربما هو ملاحظة أن المستفيد الأكبر من انسحاب كهذا ستكون روسيا وحليفها الأسد الكيميائي بالضرورة، فيما تستمر الدلائل تتوالى على تدخل موسكو الكبير في تأمين نجاح ترامب بالوصول إلى سلة الرئاسة. يتبادر للذهن أن سوريا هي التعويض الخفي المقدم لروسيا مقابل اضطرار ترامب لصد الاتهامات ضده حول تدخل روسيا في تنصيبه، وكذلك اضطراره لتصعيد العقوبات ضد الكريملين مجارة لحلفائه الأوروبيين. واختتمت الصحيفة مقالها قائلة إن قصف الأسد الذي أوقع مئات المصابين وقتل العشرات بالسلاح الكيماوي في مدينة دوما عقاباً على عدم استسلامها، وكذلك تفسير محاولة اغتيال سيرجي سيغريبال إضافة إلى كونه توقيعاً خاصاً بالقاتل. يمكن أن يفسر تفسيرات عديدة، إحداها يرتبط طبعاً بتقاليد الأنظمة الهمجية القديمة التي تعتبر العقاب الوحشي ضد الفرد الخارجي على سلطة الحكم أمثولة موجهة للشعب بأكمله وإعلان عام عن معاقبة التمرد والعصيان. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا تحليليا لمراسلها في القدس ديفيد هالفينجر يقول فيه إن احتجاج جمعة الكاوتشوك انتهى بمقتل 9 فلسطينيين على طول سياج مع غزة، على الرغم من ستار دخان من المطاط الحارق وجولة ثانية من الانتقادات الدولية حول استخدام الكيان الصهيوني للقوة القاتلة. ويقول الكاتب إن الفلسطينيين يتحدثون بعد جمعة الكاوتشوك عن جمعة الأكفان وجمعة الأحذية التي سيرميها المحتجون على الجنود الصهاينة على الجانب الآخر من السياج بسبب الحصار الطويل على القطاع وسكانه البالغ عددهم 1,000,000 نسمة. الكاتب يضيف أن الفلسطينيين لا يشعرون بالإحباط رغم أن الحشد في الجمعة الأخيرة لم يكن بمستوى الجمعة الأولى، بل على العكس فإنهم يشعرون بالحماس والنشاط بشأن مواصلة المسيرات السلمية حتى في ظل مواصلة الرد الإسرائيلي المفرط وتزايد عدد الضحايا الذي وضع قضيتهم مرة أخرى على الأجندة الدولية. ويشير إلى أن مدير الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين يوسف مناير شبه محاولات اختراق السياج القريب من غزة بمسيرات حركة الحقوق المدنية لاختراق جسر أدموند في ولاية الألاباما قبل 50 عاماً، ويرى أن هذه التظاهرات تعد تحولاً استراتيجياً في تفكير الفلسطينيين، فهي ليست معركة يأتي إليها المحتجون بالبنادق، بل هم قادمون بأجسادهم ويواجهون سياسات الاضطهاد القمعية ذاتها. ودفع المحتجون بأجسادهم بجعل الناس يتساءلون حول مبرر هذه السياسات، ويقول إنه من المهم في هذه اللحظة أن يكون المجتمع الدولي داعماً لهذه الاحتجاجات، فلطالما قال أنبذ التشدد والعنف، ولو سمح باستمرار القمع لهذه الاحتجاجات
فإن هذا سيرسل رسالة للعالم بأنه لا يريد مقاومة من الفلسطينيين مهما كانت سلمية أو لا سلمية. ويلفت الكاتب الانتباه إلى أن الغزيين يواجهون مشكلات يومية من اقتصاد منهار وطاقة كهربائية لا تتجاوز الساعات ومستشفيات لم تعد قادرة على الاستجابة للحالات المتزايدة، مشيرا إلى أن ذلك دفع إلى انطلاق مسيرات العودة الكبرى كجزء من إثارة الانتباه للنكبة الحالية والنكبة التي عاناها الفلسطينيون منذ عام 48 و900 ألف، وهو تاريخ إعلان قيام الكيان الصهيوني. وصفت مجلة فورن بوليس الأمريكية سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأنها فوضى غير مترابطة وتسير من سيء إلى أسوأ. وأوردت المجلة في مقال للباحثين ديريك كوليت وإيان جولدنبرغ أن الخبراء والمراقبين وقادة الدول الحليفة في الشرق الأوسط هللوا العام الماضي لضرب سوريا بصواريخ توماهوك باعتباره نقطة تحول في سوريا، لكنهم كانوا مخطئين. وأضاف أن الخبراء افترضوا أن تلك الضربات تدشن عصرا جديدا من القيادة الأمريكية في المنطقة، لكنها لم تكن كذلك. إن نهج ترامب في الشرق الأوسط هو ترقيع غير عادي، يجمع بين سياسات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خاصة الحرب ضد تنظيم الدولة والتردد في استخدام القوة ضد نظام الأسد، والسياسات الخارجية التقليدية للجمهوريين تجاه إيران وإسرائيل. وهو نهج لن يقود إلى أي وجهة كما لا يفيد المصالح الأمريكية. ففي سوريا فإن رغبة ترامب في سحب القوات الأمريكية هي فكرة سيئة، وقد تعلمت أمريكا ذلك بشكل مؤلم عندما انسحبت من العراق عام 2011، وستفقد بانسحابها من سوريا النفوذ وتتسبب في فراغ أمني يساعد في بروز شكل جديد من تنظيم الدولة. إن ترامب أحياناً يتراجع من خطوة أعلنها وكأنه يستجيب لآراء مستشاريه والقادة العسكريين، لكن يجب عدم الاعتماد على ذلك، فقد حذره فريقه نهاية العام الماضي من إصداره لقرار حول القدس والسفارة الأمريكية بإسرائيل، خاصة خلال الإعداد لوضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لم يأبه لآرائهم. وبعد 4 أشهر من قراره حول القدس تبين الضرر الفادح منه بتوقف الفلسطينيين عن التفاوض مع إسرائيل وأمريكا واعتبارهم واشنطن وسيطاً غير موثوق وقد أيلتهم غالبية دول العالم. الصحيفة تشير إلى أن ذلك الناجي يتكرر مع إيران، فقد بدأ ترامب ولأشهر وكأنه يوافق على آراء مستشاريه بالبقاء في الاتفاق النووي مع إيران، لكنه بدأ نهاية العام الماضي بتغيير موقفه، ومن المرجح أن يسحب أمريكا من هذا الاتفاق الشهر المقبل مع تجاهل كل التداعيات التي ستترتب على هذا الانسحاب. وعلقت الصحيفة أن هذا الانسحاب لن يزيد الضغوط على طهران بل سيضعفها، لأنه سيبعد الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق مع إيران من الاستمرار في الضغط عليها مع أمريكا. كشف معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا مؤخراً عن أحدث أبحاثه العلمية في أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء، والذي جاء على شكل سماعة رأس قادرة على التواصل مع عقل المستخدم وتحويل ما يفكر به
أو يردده في نفسه أو يهمس به إلى كتابة إلكترونية على حاسوبه الشخصي أو جهازه الذكي. ونقل موقع الخليج أونلاين عن الفريق المشرف على الاختراع الجديد قوله إن السماعة يمكنها الكتابة بدقة تصل نسبتها إلى 90%، كما سيمكنها أن تفسر بصمت جميع ما يفكر به المستخدمون، حيث سيتسلم الجهاز الإشارات التي يرسلها الدماغ عند التفكير بشيء لفظي، ثم يحولها إلى كتابة إلكترونية من خلال أجهزة استشعار خاصة في 7 مناطق رئيسية على طول الخد والفك والذقن. ووفقا لأحد الباحثين المشاركين في الاختراع الجديد، فإن المستخدم سيمتلك قوى خارقة مع هذا الجهاز، ستمكنه من نقل جميع أفكاره من خلال جهاز متصل بالشبكة العالمية أي الإنترنت دون الحاجة إلى كتابة ذلك أو التواصل مع المساعدات الذكية. لنشاهد بعض صور الكاريكاتير لكسر حدة البرنامج. بهذا نصل لختام برنامج صدى الأقلام، تحية طيبة ودمتم بألف خير.